السلام عليكم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قرآن كريم. اليوم أتحدث عن رواية الأخوة الأعداء للروائي اليوناني نيكوس كازانزاكيس، وهاي الرواية لها يعني فد معزة خاصة عندي، لأنه من قراءتها قبل تقريبا 30 عام بكيت وأنا أقراها، مو مرة واحدة، مرات عديدة أثناء تصفح الرواية، وهي هاي الرواية الوحيدة اللي أبكتني. وثانيا أثناء قراءة هاي الرواية تقريبا نهاية سنة 88 كانت الحرب الأهلية اللبنانية على وشك الانتهاء. الحرب الأهلية اللبنانية اللي بدأت سنة 75 وانتهت سنة 1990، واللي راحوا ضحيتها 120,000 لبناني مع 1,000,000 نازح تقريبا. قبلها كانت الحرب الأهلية في السودان بين الشمال والجنوب سنة 50 تقريبا، وعيدت مرة ثانية بالثمانينات، بأواسط الثمانينات تقريبا، واللي أيضا راحوا بها تقريبا 1,000,000 أو بهالعدد تقريبا، بين العرب المسلمين في الشمال وبين المسيحيين والوثنيين غير العرب الموجودين بالجنوب، والنتيجة تقسم السودان. لم تلبث أن تنتهي الحرب الأهلية اللبنانية، وإذا بحرب أهلية أخرى في الجزائر اللي يسموها العشرية السوداء. الجزائر اللي راحوا ضحيتها 150 تقريبا، من 120 إلى 150,000 جزائري، قرى بأكملها أبيدت. يعني كانوا ذول أصحاب الأيديولوجيا الدينية يدخلون على قرية بأكملها يمحوها هي وأطفالها ونسائها ورجالها وشبابها. العشرية السوداء اللي استمرت من 90 لـ 2000 أو 92 91 كان هدفهم تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء، قتلوا 120,000 شخص. يعني لو مستلم الحكم يمكن كان قتلوا 1,000,000 جزائري. 120,000 شخص هاي بروفا. بعدها يعني حتى حرب أهلية برواندا يمكن راحوا تقريبا بها 1,000,000 شخص. بعدها حتى حرب أهلية بيوغوسلافيا، الدول اللي كانت تابعة ليوغوسلافيا، البوسنة والهرسك وغيرها، أيضا راحوا بها مئات الآلاف ما عدا التهجير بس ما كنت أتوقع أنه راح يصير حرب أهلية في بلدي العراق، لأنه يعني كان شيء صعب أنه تتصور هؤلاء الأخوة داخل الوطن الواحد والعيش المشترك والتاريخ الواحد والمصير الواحد انه يتقاتلون فيما بينهم. وتقاتلوا تقاتلوا، واني شاهد يعني على هذا العصر، شاهد على هاي الحرب الاهليه اللي راحوا ضحيتها ما اعرف كم 100,000 او اكثر او اقل، ما عدا الملايين اللي تهجرت واللي تركت بلدها. والحقيقه يعني اقدر اقول انه ابطال هاي الحرب الاهليه بلا منازع هم رجال الدين اللي كانوا يعني يقضون في أتباعهم، يقضون ما تم نسيانه في كتب التاريخ. رجل الدين مهمته هو البحث والنبش في كتب تاريخية عفى عليها الزمن من أجل تثبيت عقيدته، ومن أجل البحث عن سيئات ومساوئ المذهب أو الأديان الأخرى. بالنتيجة كانوا يرفعون شعار اقتل من أجل المذهب، من أجل الدين، من أجل الوطن، والسذج يقتلون. وهؤلاء اللي يحملون سلاح ويقتلون يعني أخوتهم في الوطن، هؤلاء يعني أنا شاهد أيضا عليهم، هم من سفلة ومن حطي المجتمع العراقي بلا منازع. لأن لا يمكن لإنسان شريف وإنسان يحمل ذرة إنسان أن يقتل أخوه لمجرد أنه مختلف معاه بالأيديولوجيا، بالمذهب، بالفكر، بالعقيدة. إذا أنت مذهبك أو فكرك أو عقيدتك سيئة، وبالنتيجة لم يتوقف الحرب الأهلية على العراق، وإذا بحرب أهلية أخرى في سوريا، وإذا ملايين السوريين يتركون وطنهم ويقعون بين مطرقة الحكومة الدكتاتورية وبين أصحاب الأيديولوجيا الإرهابية الإسلامية، وبعدها حرب أهلية أخرى في اليمن، لا وفي ليبيا الآن الحرب الأهلية لا زالت مشتعلة. الغريب أنه حتى الفلسطينيين
اللي يعني يعرفون عدوهم، خلينا نقول، وعايشين في وحدة وفي أخوة في الأراضي الفلسطينية. لما كنا نتصور أنه تحدث حرب أهلية بين حماس وبين فتح، مع العلم أنه هم كلهم فلسطينيين وكلهم أخوة. لذلك يعني أتوقع وأتمنى أكون مخطئ أنه جميع الدول العربية راح تشهد حروب أهلية، وأتمنى أكون مخطئ. لاحظ أنه وكأنه هناك سلسلة، كل شخص، كل دولة يأتي دورها بهاي الحرب الأهلية منتظرة دورها. والدول اللي لم تحدث بها حرب أهلية هي ما تختلف عن الدول اللي حدثت بها حرب أهلية، أيضا أنظمة طاغوتية، مستبدين، حكم غير ديمقراطي غير إنساني، مع وجود رجال دين غير إنسانيين محرضين، مع وجود غالبية من الشعب، غالبية جاهلة متأثرة بخرافات رجال الدين. وبالتالي إذا لم تستطيع هذه الدول اللي ما حدثت بها حروب أهلية، لا سامح الله وأتمنى أكون مخطئ، مثل المغرب، مثل السعودية، مثل غيرها من الدول، إذا لم تغير من نهجها بالحكم وتتحول إلى ملكية دستورية، تتحول إلى نظام ديمقراطي. وأيضا رسالتي، أتمنى أنه يتم تحجيم رجال الدين، يجب أن يتقننون، يجب أن يصبحون تحت مرأة ومسمع من الدولة، مو بكيفهم يعني يتصرفون ويفتون ويقتلون. ومثل ما قال المرحوم محمد شحرور الله يرحمه، أنه انتهى دور رجال الدين، انتهى دور الفقهاء، الدور الآن للبرلمان، البرلمانات هي اللي حلت محل الفقهاء بالعصر العباسي. بسبب ذول رجال الدين تحدث تراكمات، تحدث ضغائن داخل النفوس، راح تنفجر يوم من الأيام، يبدون نفسهم رجال الدين يصعون اقتل من أجل الدين، من أجل المذهب، من أجل الرب، ولو كان دين إنساني أو مذهب إنساني ما راح يدعو إلى القتل، بل يدعو إلى المحبة. وبالنتيجة بعد أن يقتل 100,000، 200 مليون، مثل ما نقول بالعراق، يحب عمك يحب خالك، تنتهي. ونفسهم رجال الدين يدعون للمحبة وللأخوة، وأنه الدين يدعو إلى المحبة وغيرها. وبالنتيجة كل من حمل سلاح هو إنسان جاهل، إنسان غبي، مجرم. لا يمكن أن يكون عالم ذرة تلقى بيناتهم، أو شخص قرأ كتاب واحد بحياته، وبالنهاية راح يتحولون إلى عصابات مسلحة. هاي العصابات المسلحة حتى الدولة تخاف من عندهم، وهاي العصابات المسلحة راح يحظون بمباركة رجال الدين الكبار، بمباركة السياسيين، ويخلوهم مثل الفزاعة اللي يرعبون بها البلد، الشعب، السلطة، وزارة الداخلية تخاف منهم. فيجب تقنين رجال الدين وتحجيمهم كما في أوروبا وأمريكا، يعني مكانهم المسجد، والدين عبارة عن علاقة فردية بين الإنسان وربه، والسياسة لا مجال لها بالدين. الحقيقة أنه تاريخ الحرب الأهلية اللي في رواية الأخوة الأعداء اللي يتحدث بها نيكوس كانزانزاكيس عن الحرب الأهلية باليونان اللي بدأت بواكيرها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تقريبا، نتيجة صراع بين اليمين واليسار اللي بدأ سنة 1943، وكان مستهدف السلطة اليونانية اللي قضت على الاحتلال النازي الألماني الإيطالي بالحرب العالمية الثانية. وفعليا يتم التأريخ للحرب الأهلية اليونانية مثل ما قلت بالصراع بين اليسار واليمين من سنة 1946 وانتهت سنة 1949 بين حكومة اليونان اللي كانت معترف بها من قبل بريطانيا بذاك الوقت والولايات المتحدة الأمريكية، وبين الجيش الديمقراطي اليوناني اللي يسموهم قوات الأنصار، وهو الجناح العسكري للحزب الشيوعي اليوناني، واللي كان أيضا إلى دور مقاومة الاحتلال الألماني الإيطالي اللي تعرضت لليونان بالحرب العالمية الثانية، وكان مدعوم من قبل يوغوسلافيا وألبانيا وبلغاريا. لكن بالنتيجة تم هزيمة المتمردين الشيوعيين لأنه ستالين تخلى عنهم
كان عنده عهود ومواثيق مع وينستون تشرشل، بالتالي تخلى عن الشيوعيين، مما يعني أثار استياء جوزيف بروز تيتو رئيس يوغوسلافيا فيما بعد. وهاي الحرب الأهلية اللبنانية هي ما تخت... اليونانية ما تختلف عن الحروب الأهلية اللي حدثت فيما بعد واللي كان المفروض نتعظ من عندها، لكن مثل ما يقول هيجل التاريخ يعلمنا أن الإنسان لا يتعلم شيئا من التاريخ. تورطت دول عديدة بهاي الحرب الأهلية اليونانية، مثل ما راح تتورط بلبنان الحرب الدول بأكملها مثل العراق وسوريا وإيران وإسرائيل، راح تتورط بلبنان، ومثل ما راح تتورط بعدين هاي دول نفسها بالعراق، وهسه متورطة هي بسوريا وباليمن، ما ندعو الدول العربية. الحرب الأهلية اليونانية اللي راح يأرخلها بهاي الرواية العظيمة نيكولاس كازانزاكيس ذهبوا ضحيتها 160 ألف عدد جرحى والمهجرين وكذا. اللي نسيت أقوله أنه هم أعود للحروب الأهلية العربية، تقريبا يعني قرأت معلومة في جوجل لكن ما متأكد منها، تقول أنه مجموع اللي ماتوا بكل الحروب الأهلية العربية 7 مليون، أعتقد رقم مبالغ به، لكن حتى لو كان مليون واحد هاي كارثة. نيكوس كازانزاكي صاحب زوربا اليوناني وصاحب الإغواء الأخير للمسيح، صاحب المسيح يقتل من جديد. القضية الأولى في معظم مؤلفاته اللي إلها دور كبير عنده هي الدين. نيكوس مو ضد الدين أبدا، نيكوس عنده الدين ثورة، وعند الأنبياء بحياتهم اللي عاشوها على الأرض هم كانوا عبارة عن ثوار، ثوار يحققون الحياة الكريمة بهاي الأرض مو بالآخرة، ولا يدفعون الإنسان للتخلي عن هاي الدنيا أبدا. وأيضا عند رجال الدين برواية نيكوس كازانزاكي ينقسمون إلى قسمين، دجالين انتهازيين مزيفين يسرقون الخبز من أفواه الجوعى ويدافعون عن السلطان الظالم، أو رجال دين ثوار يرفعون راية الثورة مع راية الدين من أجل نصرة الحق والعدالة. والحقيقة راح نشوف بهاي الرواية يعني الغالبية هم من رجال الدين الناس المنافقين، واحنا اللي راح نعرف ان نيكوس كازانزاكي بابطر روايته يهاجم الدين السيء من خلال القسيس بطل الروايه، القسيس الاب يانا روس، في جانبين من أسوأ جوانب الدين. فهو الاب يانا روس يتولى مهمه الدفاع عن الدين من ذول من هؤلاء المزيفين الدجالين اللي يبتزون السكان باسم الدين، وأيضا بنفس الوقت ينتقد رجال الدين الجيدين اللي اعتزلوا الحياة في دير وليس لهم علاقة بالأمور وبالحياة، انشرقت وانغربت، فوصفهم بأنهم عبارة عن ناس شرهين، ناس خاملين. وراح نعرف بأنه هذا الرجل غير محبوب لا من أعيان القرية ولا من الوطنيين، كلهم كانوا يبغضون هذا الأب ياناروس. لماذا؟ لأن ابنه الكابتن دراكوس هو زعيم الشيوعيين اللي كان في قمة الجبل، الشيوعيين كانوا فوق يعني بالجبل، وبنفس الوقت فيكرهوه، وبنفس الوقت حتى ابنه الكابتن دراكوس زعيم الشيوعيين يكرهه لتربيته القاسية له. الحقيقة هو مو أول شخص أو أول روائي فضح رجال الدين، قبل دوستوفسكي برواية الأخوة كارامازوف أيضا فضح المؤسسات الدينية عن طريق الأب زوسيما وأليوشا اللي يتعرف على الأب زوسيما رجل الدين، وراح يعرف أنه هاي مؤسسة دينية مو مثل ما يصوروها الغشمة أو نقول السذج مصورها في مؤسسة مليئة بالأنبياء. لا من نسيت، كازانزاكي كان عاش فترة في جبل آتوس المقدس وتعرف على رجال الدين وراح يفضحهم بهاي الرواية. دوستوفسكي قبل وبدون أن يدخل في يعني المؤسسات الدينية فضحهم في رواية الأخوة كرامازوف، وتحدث عن الحسد والبغضاء والغطرسة بيناتهم والكذب والخداع وال بأكملها فضحها دوستوفسكي بالأخوة كارامازوف. راح نشوف نيكوس نفس الشيء، لكن نيكوس قضى فترة بجبل آتوس
مع الرهبان اللي فضح الحياة اللي الآخرين خارج الأديرة ما يعرفون بها ويصورون كلهم بها صار عليهم. فأحد أبطاله بهاي الرواية أخو الأعداء اسمه الراهب نيكوديم اللي حطم وعاء الطعام وقلب الكأس النبيذ وصاحب الرهبان بالرهبان: قفوا أنتم جالسون هنا، سواعدكم معقودة والعالم يجري نحو الضياع. قال الرب: ليس بخورا أريد ولا صلوات ولا لحما، افتحوا مخازنكم، وزعوا الخبز على الفقراء، انتشروا في الأرض اللي تحمل راية السيد المسيح، المحبة والسلام والأخوة. الحقيقة بداية القصة، بداية الرواية العفو، يبدأها نيكوس في مستهل جدا رائع. فيعني يبدي يوصف لك وضعية القرية، قرية كاستلوس، يبدي يوصفها فصل جدا رائع، فيقول: وصلت الشمس إلى كاستلوس وغطت أسطح المنازل، وبدأت في هذه اللحظة تنتشر في الأزقة الملتوية الصاعدة إلى أعلى القرية والنازلة إلى أسفل القرية بلا شفقة. كشفت عن عورة كاستلوس فأظهرت ما فيها من قبح وقسوة، بيوتها من الحجر الصلد ذات أبواب يخنقها الخجل، تدخلها بانحناء، وفي الداخل ظلام، وفي أفنية البيوت تفوح رائحة الروث وبعر الماعز، وتفوح رائحة البشر. لا يرتفع في واحدة منها جذع شجرة، ولا قفص عصفور صغير يغرد، ولا يظهر أصيص على حافة نافذة تبرز منه قرنفلة حمراء أو عود ريحان. فلا ترى العين في كل مكان سوى حجر من فوقه حجر، حتى النفوس التي تحيا داخل هذه الأحجار قاسية متحجرة، فكل شيء هناك حجر، الجبال والبيوت والناس. ونادرا ما ارتفع في أحد أماكن القرية صوت ضحكة، لم يحدث ذلك إلا في السنوات التي تحمل بعض الخير، عندها يبدو شاذا كأنه فعل من أفعال الشيطان، سرعان ما يشيح العجائز بوجوههم ويعقدونها ويعقدون ما بين حواجبهم، فينطفئ الضحك وينتهي. في الأعياد الكبيرة، عيد الميلاد، عيد القيامة، الثلاثاء الكبير، كان الناس يجدون من الطعام أكثر مما يجدوه في الأيام الباقية، فيولد في حناجرهم غناء يخرج كأنه نواح ينتقل دون توقف من فم إلى فم، في تنغيم جنائزي، وعلى وتيرة واحدة تفتت الأكباد، ترى أي إرهاب لا ينسى، وأي مذابح ومجاعات، وأي عبودية يصدر عنها كل هذا الحزن. الغناء يحمل أكثر من أي شكوى الأثر الذي لا يمحى لما قاساه هؤلاء الناس لطيلة قرون عديدة من الجوع والسوط والموت. لكنهم كالأعشاب التي لا عقل لها، تعلقوا بهذه الصخور القاسية ثم لم يريدوا فكاكا منها، فسكان هذا الجزء من اليونان لهم رؤوس صلبة لا ينفصلون عن الحجر، عن الصخور التي التصقوا بها حتى يوم الدين. أجسادهم ونفوسهم اكتسبت لون الصخر وصلابتها، بل أصبحت الصخور كأنها جزء منهم، يقاسون مع الصخور كل شيء، المطر والجفاف والجليد، كأنهم جميعا آدميون أو كأنهم جميعا صخور. عندما ينفصل رجل وامرأة ويذهبان إلى القسيس ليزوجهما، لا يجدان كلمة جميلة أو حلوة ليقولا لها، ولكنهما يندسان في خرس تحت أغطية الأغطية الصوفية، لا يفكران إلا في شيء واحد، أن ينجبا أطفالا. هؤلاء الأطفال يرثون الصخور والجبال والجوع. النساء كثيرات، عددهن أكثر من الرجال، والرجال قليلون، أقل من العدد المناسب. عندما يتزوجون ويدسون في بطون زوجاتهم أطفالا، ينطق معهم في حيرة وهم يتساءلون: كيف سيحيا هؤلاء الأبناء في هذه الصخور الجرداء؟ فيرحلون بعيدا، وما أطول ما يرحلون، وناس أسفارهم طويلة وعودتهم بعيدة، هكذا تقول الأغنية. والنساء من الانتظار تجف أعوادهن وتتدلى أذداءهن وتعلو الشعيرات شفاههن، وفي الليل يعانين البرد قبل أن يغبن في نوم عميق. حياتهم حرب لا هواد فيها.
حرب مع الله، حرب مع الرياح، حرب مع الجليد، حرب مع الموت. لهذا السبب لم تفجأ الحرب الأهلية أهالي كاستلوس، ولم تصبهم بالذعر، ولم تغير عاداتهم. كل ما حدث أن ما كان حتى ذلك الوقت مخبوءا صامتا داخلهم لا تراه العين انفجر في هذه اللحظة، وانقلب دون حياء ولا خجل، وانقطع اللجام عن هذا الدافع الكامن في داخل الإنسان السحيقة، اقتل. فكل واحد منهم كان يكره جارا أو صديقا أو أخا، ظل يكرهه سنوات طويلة بدون أن يشعر. تزايدت الكراهية في نفسه مع السنين شيئا فشيئا دون أن تجد ما تنصرف إليه، وفجأة بدأوا يوزعون عليهم البنادق والقنابل اليدوية، ويلوحون فوق رؤوسهم بالرايات المقدسة. وبدأ القساوسة والصحفيون وذوي المناصب يدعونهم أن يقتلوا جيرانهم، يقتلوا أصدقائهم، يقتلوا أخوتهم، ويقول لهم أن هذا هو الطريق الوحيد لينقذوا الدين والوطن. هكذا ظهر فجأة تبرير ديني لهذا الشيء المكتوب على جبين الإنسان منذ القدم، اقتل. وانطلقت حملة القنص والمطاردة، مطاردة الأخ، مطاردة الإنسان. وضع البعض على رأسه بارية سوداء وصعد إلى الجبل، وعيونهم لا تتحول عن أسفل الجبل، والآخرين تحصنوا تحت، عيونهم لا تتحول عن الجبل. حدثت معارك، فكان رجال البيرية الحمر يتدفقون على السفح وهم مطلقين الصراخ المرتفع، وفي أحيان أخرى كان أصحاب البيريات السود الحكومة يصعدون إلى الجبل ليحملوا على أحدائهم. كانت الأجسام تتشابك وتتلصق، والأخوة يذبحون بعضهم بعضا في نهم شديد. حتى النساء كنا يبرزن في الأفنية وفوق الأسطح عاريات الرؤوس، وهن يصرخن من أجل أن يزدن من ثائرة الرجال، بل حتى الكلاب كانت تنبح خلفهم من أجل أن تحصل على نصيبها من القنص. وكان الليل يهبط آخر الأمر فيبتلع المقاتلين جميعا. واحد فقط بينهم ظل بدون سلاح، يفتح ذراعيه مستيئسا ولكن دون جدوى، قسيس القرية الأب ياناروس. كان ينظر أحيانا إلى اليمين وأحيانا إلى اليسار، ولا يستطيع أن يتخذ جانب من الجانبين، فيقف وحده متسائلا في قلق وحيرة. لو أن المسيح عاد في أي جانب كان سيقف؟ هل مع السود؟ هل مع الحمر؟ أم كان سيبقى هو في الوسط يصيح وذراعاه مفتوحتان: أيها الأحبة، أيها الأخوة، حبوا بعضكم بعضا، أيها الأخوة، حبوا بعضكم بعضا. هكذا كان يصيح الأب ياناروس، نائب الله في كاستلوس، وذراعاه مفتوحتان. لكن ما أغنى عنه صياحة، فلم يكن يستمع إليه أحد. كان السود والحمر يصبون عليه جام غضبهم: يا خائن، يا بلغاري، يا بلشفي، يا عميل، يا غراب، يا فاشستي، يا مزور الحقائق عن الشعب. وإذ ذاك كان الأب ياناروس يصيح في ألم مستيئسا: الشكر لك يا رب، الشكر لك يا رب، أنت وضعتني في هذا في أقصى تجربة، أنا أحبهم جميعا وما من أحد يحبني، لكن يا إلهي لا تشد الحبل أكثر مما أحتمل، فأنا لست ملاكا ولا حيوانا، لست سوى إنسان. ترى كم من الوقت، كم من الوقت تبقى لي، ترى كم من الوقت سيبقى لي متماسكا. أنا أقول هذا لأنك يا رب سبحانك سامحني. قد تنسى هذا الأمر في بعض الأحيان، فتحمل الإنسان طاقة أكثر مما تحمل ملائكتك. لكن راح نعرف أنه هاي بداية المستهل لرواية الأخوة الأعداء، لكن راح نعرف أنه الأب كاستلوس، الأب ياناروس في قرية كاستلوس، هذا الكلام سنة 1945، خلينا نقول
سبق وأن تهجر من قرية أخرى كان موجود فيها، أعتقد بالعشرينات أو بالثلاثينات، يمكن نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما اتخذت الدول الكبرى قرار بأنه على جميع اليونانيين اللي موجودون من تركيا يرحلون إلى اليونان، وجميع الأتراك اللي موجودين باليونان يرحلون إلى تركيا. فحدث هذا التقسيم، واللي أنهى الوجود اليوناني في الأراضي التركية اللي كان مستمر 3000 عام. فيرجع بذكرياته، يعني يتحدث نيكوس، يقول فجأة لماذا بأي ذنب القرية لم ترتكب ذنبا خطيرا؟ أهلها كانوا يصومون دائما في أيام الصيام، يمتنعون عن الخمر واللحم أيام الأربعاء، يوم الأحد يذهبون إلى القداس يقدمون الخبز المقدس أيضا، ويخبزون القمح للموتى، يعترفون، يتناولون القربان. المرأة لم تكن ترفع الطرف إلى غير زوجها، والرجل لم يكن ينظر إلى امرأة غير زوجته. كانوا جميعا يسيرون على صراط الله المستقيم، كل شيء كان يسير على خير ما يرام. ثم فجأة ها هو الرب الذي كان رحيما بهم يشيح بوجهه عنهم. ففي صباح أحد الأيام ارتفع في الميدان الكبير صوت حاد يقول: ارحلوا عن هذه القرية. بهذا صدرت الأوامر من أسياد العالم، اليونانيين يذهبون إلى اليونان والأتراك يذهبون إلى تركيا، احملوا معكم أطفالكم، نساءكم، أيقوناتكم، وارحلوا، أمامكم 10 أيام. وامتلأت القرية بالنحيب والعويل، الرجال والنساء فقدوا صوابهم وبدأوا يدورون حول أنفسهم، يودعون قطع الحجر وأدوات العملة وماكينات الحليج، يعني النسيج، يودعون النافورة والأزقة، يهبطون إلى شاطئ البحر، يتمرغون في رماله، يناجون البحر بالصياح الذي يمزق القلوب. فما أصعب ألم النفس حين تنفصل عن الأرض التي ولدت فيها. في اليوم السابق عن الرحيل ذهب جميع الرجال والنساء والأطفال والأبي ناروس عندما كان شاب، يعني هذا الكلام، إلى الجبانة، إلى المقبرة، حتى يودعون موتاهم. لم يكن يسمع في الموكب غناء ولا بكاء ولا أي شيء ولا أي كلام. فالناس يسيرون عابسين. انتشر أهل القرية، كل شخص منهم يبحث عن قرب عزيز، قبر عزيز إليه. فكانوا يرسمون علامات الصليب ويمسحون عيونهم بأطراف أكمامهم. وداعا أيها الآباء والأجداد، وداعا. وبدأوا يمرغون وجوههم على هذه التربة الندية، يقبلونها ويحكون فيها رؤوسهم وخدودهم وجباههم، يقبلون فيها تراب آبائهم وأجدادهم وأبنائهم قبل أن يرحلوا عنهم. وفي كل مرة كان يرتفع الصياح: وداعا يا أخي، وداعا يا ابني، وداعا يا أبي، وداعا يا أمي. هاي أيضا يعني حتى نعرف فكرة عن التهجير اللي سبق الحرب الأهلية. الأبي أناروس، أو خلينا نقول نيكوس كازانتزاكي، بن يفضح هؤلاء الرهبان، فيحكي على لسان الأب أنه في إحدى المرات كان يعني ذهب إلى أحد القداسات أو أحد الكنائس، فوجد أحد آباء الكنيسة وهو يحمل جمجمة لطفل صغير للقديس كريكوس. هذه جمجمة القديس كريكوس، أحد القديسين المشهورين، والناس بأكملها يعني تتبرك بهاي جمجمة لهذا القديس العظيم. وراح بيومين شاهد نفس الشخص هذا الأب وعنده جمجمة مع رجل كبير، وأيضا يدعوهم إلى التبرك بجمجمة القديس كريكوس. استغرب الأب ياناروس فقال له: يعني إحنا البارحة يوم أمس جمجمة القديس كريكوس كانت صغيرة لطفل، واليوم أنت تقول لنا أيضا هاي جمجمة القديس كريكوس، كيف؟ قال له: لا أرجوك، هاي عندما كان كريكوس صغيرا، وهاي جمجمته عندما كان كبيرا. هاي الدجل والشعوذة اللي موجودة يفضحها نيكوس ويفضح على لسان الأبي ناروس. من ضمنها على سبيل المثال يتحدث عن حزام المقدس للعذراء اللي بيه خيوط من ذهب،
منسوج بخيوط من ذهب، واللي يدعو الناس للتبرك به ومقابل للتبرك به اللي عنده بصلة، اللي عنده بطاطا، اللي عنده أي شيء خبزة يعطيها لهذا الراهب الدجال من أجل التبرك بحزام العذراء اللي منسوج من الذهب. هنا يصرخ في وجه الأبي أرنوس يقول له: لكن العذراء فقيرة، وابنها السيد المسيح أيضا فقير، لم يكونوا يجدوا يعني طعام يأكلوه، فمن أين لهم يعني حزام منسوج بالذهب؟ من ضمن تنهداته اللي أو يا لاروس اللي يتحدث بها، يعني يقول: لست سوى ملاك عاجز عن التألم، يتحدث عن الملائكة، عاجز عن ارتكاب الخطيئة، سجين الفردوس حتى زمن النهائية، لكني أنا إنسان شيء مشتعل بألم ويدين نفسه ويموت، وأنا الذي أقرر بإرادتي أن أذهب إلى الفردوس أو أذهب إلى الجحيم. عندما يتكلم إنسان مع الله فلا دخل لك أنت. نيكوز كازانزاكي ينقل لك مأساة الحرب الأهلية اللي حدثت باليونان، واللي خانوها أبنائها عن طريقة بعضهم البعض، ويستمر القتال بين الشيوعيين وبين الدولة، واللي بحيث أنه يعني اثنين من المتقاتلين يعني أحدهم يخاطب آخر يقول: يوجعني أن أقتلك يا أخي، اعذرني، يجب أن يموت أحدنا، وأفضل أن تكون أنت. اللي كانوا اثنينهم يقاتلون في جبهات سابقة في بلغاريا أو ألبانيا. من القصص المؤلمة اللي يتحدث بها نيكوس كازانزاكي قصة الأب أرسينوس. هذا الأب أرسينوس اللي عاش بأحد الأديرة وهو راهب كان موجود، مسوي له مثل الشرلقة، يعني مثل الغرفة ليس بها إلا سقف، يعني فتحة ينظر بها إلى السماء، وكان ينحت بها أيقونات للسيد المسيح، للعذراء، للملائكة. وكان هذا الرجل قمة الزهد والتقوى، كان الأب يناروس يحبه، وحتى هو أهدى يعني لوحة نحتها بإيده ليوم القيامة، الدينونة الأخير. وكان إنسان صالح، تفوح من القداسة وتفوح من عند الرهبانية الحقة، ولكن يعني كان يحن أنه يلتقي به ويسوي شرنقة بجانب شرنقته، ويبقى يعني عايش بهاي الشرنقة لا ينظر إلا للسماء. لكن ضاع هذا الأمل لأنه أحد الرهبان اللي هو نيكوديم يبلغ أنه هذا الأب اللي كان حتى يخاف أن ينام، حتى لا يحلم أحلام شيطانية، أصيب بالجنون. هذا القديس الطاهر أصيب بالجنون، اللي كان عنده يعني قلب قديس، فالشياطين دخلت له عن طريق الشهوات، عن طريق النساء. فكان هذا الأب يبعد كل الوساوس الشيطانية بالصلوات، وكان يقضيها في النحت وينام هو ينحت حتى من أجل، لكنه بلحظة من اللحظات حدث في عقله لوثة أو التباس، فبدأ الأب أرسينوس يرسم بدل الملائكة والمسيح، يرسم نساء عاريات، يرسم لقطات أباحية، يرسم قصص الشياطين. بعدين بدأ يتعرّم من كل ملابسه ويتمرغ بالوحل، فبدأوا الرهبان الآخرين يضربوه حتى يخرجون الشياطين من عنده، وبالنتيجة مات هذا القديس، هذا الأب، وهو في شرنقته. كان يتأسف الأب على موت أرسينوس. يتحدث عن العزلة يا ناروس، يقول أنه العزلة ليست هي طريق الخلاص أبدا. الدنيا أصبحت هي عبارة عن دير، الدنيا بأكملها دير للصالحين. الإنسان جسم وروح، الجسم والروح ما ينفصلون، والرهبانية لا تطرد لما تطرد الغواية أبدا. الرهبانية ممكن أن يعني تعطيك لون آخر من الاتجاه للغواية، ففي يوجد في أحشاء كل راهب أهواء، هاي الأهواء تشتعل بالسر لا يمكن أن تطفى. فكل اللي يعيشون بعزلة وقلوبهم تمتلئ بشهوات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا قديسين أو صالحين على الإطلاق. لكن أيضا القصص أو المآسي اللي موجودة برواية الأخوة الأعداء، يتحدث عن قصة أحد الأسرى اللي يقع بيد أحد الجنود، فيقول الناس كانوا يطيعون نداء الغربان، انطلقوا مسعورين يقاتلون،
كانوا يبدأون بإطلاق النيران على بعضهم البعض، وينتقلون من الهجوم بالحراب إلى الهجوم بالخناجر، بالسواعد، بالأسنان، تسقط الأجسام ممددة هنا وهناك، فيسمع صوت لارتطامها. كان الأب ياناروس يجري على هذا الميت وهذا الميت، يعني يدعي رب العالمين أن يغفر لهم، يقول أيها الرب اغفر لهم، أيها الرب هؤلاء اغفر لهم القاتل والمقتول، وإلا فرسل نارك علينا تهلكنا كلنا. أحد الجنود، يعني قصته أيضا أليمة، اللي هو اسمه فاسوس، هذا الجندي فاسوس قام بأسر أحد المتمردين الشيوعيين اللي موجودين بعد انتهاء هاي المعركة، خلى خنجرة على كتفه وألقى أرض، وبعدين الاثنين بدأوا يدحرجون، وبالأخير سحب حزامه كتف أيدي، انتهت المعركة وهو سحبه. فاسوس في طريقه إلى الوادي يعني مع الأسير يضربه يعني بحيث جعل الدماء تسيل من هذا الأسير، وطول الطريق يضرب به بغضب شديد خلينا نقول بالبندقية، وهذا الأسير بدأت الدماء تسيل من عنده، فأخذ ينزف وينزف وبدأ الدم يسيل من عنده. فبعد أن ضربه وكذا جلس يستريح وقال له اجلس لا تحرك ساكن، وبدأ فاسوس يشرب الماء. الأسير قال له اعطيني ماء أنا يعني عطشان، قال له أنت كلب لا يمكن أن أعطيك ماء. فقال له إذا يعني أنت إنسان أعطيني ماء، لأن أنا أيضا عندي أم وأيضا يعني بشر مثلك. فبدأ يضحك فاسوس وقال له يا خائن، أنت تبيع اليونان بعدين تطلب مي، موت. وفتح زمزمية وبدأ يشرب مي. الأسير حاول أن يبكي وهو يقول له يعني أليس لك أم، أليس لك أخت، ألست إنسان؟ يعني أنا مثلك إنسان. قال له لا أنت مو إنسان، أنت كلب. والتقط حجر وضربه بهذا الحجر، فقال له خذ هذه عظمة العقها أيها البلشفي، بدأ يسب أيها البلشفي، أيها القذر، ما دمت كلبا فانبح، انبح وأعطيك ماء، وإلا لا نعطيك ماء. الأسير قال له هذا يخجلني، يعني ما أستطيع أن انبح. قال له إذا ما تنبح إذا موت. فبدأ يسأل، قال له يعني هل عندكم على قيد الحياة؟ هذا فاسوس يسأل هذا الأسير، فقال له نعم. وبدأ يعني مد رأسه إلى القرية اللي تسكن بها أمه، وبدأت نظراته الشاردة، ثم بدأ ينبح نباح غريب، بحيث هذا النباح نباح مثل الكلب. بحيث هذا النباح وصل إلى القرية، وبدأت كل كلاب القرية تنبح، وظل ينبح ينبح بصوت يعني غريب ما يتوقف، ترددت أصوات صوت هذا النباح في كل مكان. وبالنتيجة خرج من هذا الأصوات الكلاب وصوته فنغم مؤتلف، بالنتيجة تجمد قلب فاسوس وانتهى ضحكته. لم يسمع بحياته فاسوس مثل هذا الألم، مثل هذا القهر، مثل هذا النباح. فقفز على الأسير وغلق فمه، اسكت فقط اسكت، وأعطاه ماء، اشرب مي وإلا قتلتك، اشرب. فالفتى شرب من الماء وتقريبا ردت به روحه. فأجابه قال له يعني أنا أمي ما عندها ابن غيري. بدأوا الاثنين صامتين ما يتكلمون. حس فاسوس بأن هناك شيء يثقل قلبه، فقال له شنو عملك؟ قال له أنا عامل. قال له إذا أنت عامل ليش تعمل بندقية؟ ما الذي فعلته بك اليونان؟ لماذا تقتل لماذا تحارب الدين؟ لماذا؟ فقال له كنت أنا أعمل في أحد المصانع، لكني كنت أجوع، وأمي أيضا كانت تجوع، وهي امرأة عجوز، وخنقني ظلم. بيوم من الأيام صحت، أين العدالة في المصنع؟ العدالة، العدالة، حتى متى نبقى يعني أيها الفتية نعمل ونموت جوعا؟ فتكاتفوا علي كلهم العمال وصاحب المصنع، وبدأوا يضربوني ضرب جدا قوي. فلجأت إلى الجبل، هناك بأعالي الجبل قالوا لي إنهم يقاتلون من أجل العدالة. فسأل فاسوس وهل وجدت العدالة في الجبل؟ فقال لا، لكن عندي أمل إنه تتحقق العدالة بواسطتنا نحن، فالعدالة لا يمكن أن يكون لها أيدي أو أرجل، إحنا اللي نأتي بها. فاسوس طأطأ رأسه وبدأ يفكر، تذكر خواته الأربعة اللي موجودات واللي بقن عانسات، ذكر منذ سنوات أنه كان طفل صغير يعمل نجار حتى يجمع المال من أجل أن يزوج خواته،
وهذا المال اللي يجمعه فاسوس بالكاد يكفي يعني قوت يومه. لكن الفتيات الأربع يعني كانوا ينظرن إلى وهو أملهن الوحيد أنه يجمع مهرهن ويزوجهن، لكن بلا فائدة. الكبيرة أختها اسمها أرستيا اللي شاخت وحتى نبت لها شارب فوق شفاها، أصيبت بالصداع النصفي بالأرق، كانت كتلة من الأعصاب المتوترة، كانت في بعض الأحيان تنفجر بالبكاء بدون سبب، كانت تتمرق على الأرض وتصرخ بهستيريا. أبوها مات قبل أن يتمكن من تزويجها، وكان فاسوس طفل صغير يعمل عامل عند نجار، وكل أمله أن يصبح أسطى ويتعجل الزمن حتى يستطيع أن يجمع لها مهر، لكن هذا لم يحدث. وفي كل مرة كانت تشتمه أرستيا وتعتبره، تقول له أنت عاجز لا قلب لك، وترتمي فوق وجهه وتخمش وجهه وتدخل في نوبة بكاء. الثانية اسمها كاليرو. كاليروا هاي كانت تخيط، يعني عندها مكينة خياطة، وتخيط لنفسها ثوب زفافها، وكانت تخرج دائما إلى الخارج وتضع مكياج حول وجهها وتتزين وكذا، وتبقى واقفة بالباب لكن بدون أي أمل، وترجع مرة ثانية تخيط فستانها، ترجع الماكينة بدون أي كلمة، بدون أي أمل في أن يعني تحصل على زوج بالمستقبل، وتبدأ تخز ثوب زفافها الموعود. الثالثة اسمها تاسولا. هاي مو ساذجة، لكن هي لعوب تنظر للرجال وما تريد تنتظر، وهي تخرج وتقابل صديقاتها، وأيضا سرعان ما وضعت عينها على أحد الأشخاص اللي وعدها بالزواج، وهي دائما يعني كل يوم تقترب من محله وتهز مؤخرتها من أجل إغرائه، فما يخاف عليها. الأخيرة طفلة صغيرة دروسولا. هاي دروسولا يعني فتاة صغيرة تريد تدرس، وكل أملها إنه تصبح معلمة، لكن هذا يثقل قلب فاسوس على أخواته الاثنين الكبيرات، فبينه وبين نفسه يقول يجب أن أكسب ما يكفي لتزويجهم، وإلا راح طوال عمري أتحمل إثمهم، وكيف أستطيع أن أتزوج المرأة اللي أحبها وأنا عندي 4 خوات كان المفروض علي أن أزوجهم أولا. فتنهد ورفع رأسه ونظر إلى الأسير، والأسير أيضا بنفس الوقت كان هو أيضا مطرب، فكر أن يركل قدمه حتى يعني ينفع عن نفسه، فكر أن يبصق عليه أن يهينه حتى يعني ينفع عن شيء موجود بقلبه، لكنه غير رأيه فجأة وقال له أنت مثلي أيها الشيطان الصغير تكدح وتتعب. فجاوب هذا الأسير قال له أنا ابن وحيد لأمي، والدي مات مخمور، أمي بدأت تشتغل عند الناس وتغسل الملابس، لكن أصيبت أمي مشلولة بالشلل، أنا يعني لحد الآن ما أراها، يعني ما شايفها، لكن تجيني بعض الرسائل من عندها، ربما لن أراها قط، أنت مثل ما تلاحظ يا فاسوس، يعني طلقة من عندك ضربتني بالكاد تقريبا أرادت أن تقتلني، فما عندي أي أمل أن أراها. فاسوس قال اذهب إلى الشيطان، اغرب عن وجهي. قال أنا حور؟ قال له أقول لك اغرب عن وجهي. فالتفت له قال له فاسوس أنت أخي، اغرب عن وجهي. قال له طيب هل تعيد لي بندقيتي؟ خذ، أعطاه بندقيته وأخذها الفتى وانطلق. هذا تروي لك عن جانب من حرب الأخوة القذرة. فبالأخير يأتي الليل، وقبل أن يحل الظلام يتباعد الفريقان، فلم يعد يسمع على البعد سوى صوت بنات أهوى. راح نعرف الأبياناروس بهاي الرواية ما يعتبر المسيح هو المسيح نفسه، تو الله هو الله، لا، هو يتكلم بشيء أقرب من مطلق هيجل، كان يطلق اسم الله على كل شيء، كان يعتبر أن الله موجود هنا على الأرض مو بعيدة بالعالي، يشعر بالله بين قلبه بين ضلوعه. فالمسيح حسب ما يقول المسيح الرب يسكن بين أحشائه، وكان يلجأ إليه وقت الشدائد، حتى يتحدث معه يبادل الحديث، يسمع صوته بأعماقه. وحتى عندما الحرب الأهلية باليونان يعني أصبحت
الدماء تسيل مثل الأنهار، انتفض وقال أنا ذاهب أفضح هذا العالم لله. بنفس الكنيسة وقف أمام صوت المسيح ويصيح يا يسوع انظر إلى الأطفال المشوهين والأشلاء المبعثرة وأطلال الحياة، أنزل من السماء أصنع معجزة، ها هنا نحن نحتاج إليك يا يسوع في كاستلوس. ومؤكد أن لا الصورة تكلمت ولا السماء نطقت، والصياح لم يجد سوى رجع صدى. عاد القسيس يصرخ بينه وبين نفسه أين تقف يا يسوع لكي أتبعك؟ هل تقف مع الجيش الملكي الذي يدافع عن الظلم لكنه يرفع راية الدين؟ أم تقف مع الشيوعيين الذين يدافعون عن العدالة لكنهم ينكرون الدين؟ والحقيقة أنه إحنا نعرف، وكاست نيكوس أيضا يتطرق لها، هناك إشكالية بالدين المسيحي مع الثورة. فالمسيحية اللي تتحدث عن قصة صلب المسيح، عن قصة الاستسلام للأعداء من أجل أنقاذ البشرية، عن قصة الخد الأيمن والخد الأيسر، من صفعك على خدك الأيمن فاصفحه على خدك الأيسر، وأن البشر يجب أن يكونون وديعين مثل الحملان. فكاس نيكوس يناقش لك هاي المعضلة ونصل إلى نتيجة بهاي الرواية أنه الظلم ما ينزاح إلا بالسيف إلا بالقوة، وأن العين بالعين والسن بالسن، وأن التسليم للأعداء راح يزيدهم عدوان. فيجب أن نتوقف عن هاي اليسوعية الزايدة اللي بالإنجيل، ويجب أن نحمي أنفسنا من الظلم. قصة لطيفة أيضا يتحدث بها عن المدينة اللي تصبح خراب بسبب قتل الأخوة لبعضهم. كاستلوس تصبح خراب، الدخان بأطلالها، تفوح رائحة الجيف النتنة، الكلاب تأكل الجيف، وكذلك القطط الجائعة. وقف هنا الأب ياناروس منتصف الطريق وهو يشعر كأنه مجنون من 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 هذا اللي دا يشاهده، من ويبحث عن أي شخص يسأله بس فقط سؤال واحد. وكل لحظة يمر شخص مثل السكران يترنح، جسمه جسم إنسان لكن وجهه مشوه مليء بالطين والدم والتراب، وشاهد شخص بهالوضعية ومع ذلك من فمه يعني يسيل دم. وبدأ يسأل الأب ياناروس، يقول له أتوسل إليك يا سيدي العزيز، أتوسل إليك، قل لي هل أنا مجنون؟ فالرجل يجيبه يقول له ماذا أقول لك يا سيدي الكريم، هل تستطيع أن تقول لي عم إذا كنت أنا مجنون؟ أنا مثلك لا أعرف شيئا. وبدأ يعني يمسك بالدم اللي يسقط من فمه ويركض وهو يضحك، والأب ياناروس في مفترق الطرق لا يعرف هل هو مجنون أم لا. والحقيقة هنا أكو يعني يوجد فلسفة جدا رائعة بهاي الرواية لكازانساكوف، عن كازانزاكي العفو، عن حزام العذراء. هذا أنا قلت سابقا أنه أحد الدجالين من رجال الدين مسوي حزام منسوج بالذهب يدعي أنه هو للسيدة العذراء، وفضحهم ياناروس ويقولهم أنه السيدة العذراء هي كانت يا دوب عندها لقمة تأكل هي وبنها، منين لها حزام منسوج بالذهب؟ فسأل هذا الحوار جدا رائع، يقول له يعني كيف انه العذراء عندها حزام منسوج بالذهب؟ فجاوب هذا الدجال ببساطة، قال له كلام جدا رائع، قال له لا تبحث بهاي المسائل البعيدة يا ابناء يا ناروس، فإذا لم يكن هذا الحزام حقيقي وتابع للسيدة العذراء الناس نفسهم راح يجعلوه كذلك، المهم ان يؤمنون انه حقيقي. يعني بما معنى انه احنا البشر نضيف القداسة على الاشياء، مجرد تجيب لك خرقة بالية وتكتب عليها اي رمز ديني تصبح مقدسة، اما اذا رفرفوا بها فوق رأسك فتذهب والملايين يموتون من اجل هاي الراية اللي ما تسوى دولار واحد نضفي عليها القداسة. المشكلة انه يجب على الانسان ان يجد مثل اعلى، يجب ان يجد هدف اوحد، يجب أن يجد هذا الهدف الأوحد مهما كان بالدين بالوطن بالقيادة حتى يأثر على هدف الوجود. هنا يتحدث بفلسفة وجودية نيكوس كازانزاكي، تصبح كل أعمالها نبيلة بسبب هذا المثل اللي قد يكون الله، قد يكون الحرية، قد يكون العدالة، المهم أن تؤمن به وتعمل من أجله. والحقيقة أنه هالفلسفة الوجودية راح نجدها عند الأب ياناروس اللي يؤمن بالله، وراح نجدها عند ابنه
زعيم الشيوعيين الكابتن دراكوس اللي يؤمن بالعدالة، وراح نجد عند القومندان اللي تابع للجيش الملكي واللي يؤمن بالوطن. هذول الثلاثة كلهم شجعان، كلهم عندهم حرية، عندهم قوة، عندهم إرادة، بيحتقرون الموت، عندهم أهداف سامية يعيشون من أجلها، لكنهم مع ذلك هم في تضاد مع بعضهم البعض. هاي الوجودية واضحة عند نيكوس بهاي الرواية، إنه الإنسان يختار مثل الأعلى ويذوب بهذا المثل الأعلى، وإنه السلوك والنسبي والحقيقة نسبية، لا يوجد شيء مطلق. وحتى بكل أحداث الرواية راح نجد فقراء وأغنياء، الأدوار تتوزع عليهم، الفقراء يدركون مكانهم والأغنياء يدركون مكانهم، والأغنياء مؤكد راح يكونون في يعني حامين نفسهم حتى في أقصى الحروب. أيضا راح نجد القومندان اللي يحارب الشيوعيين واللي يرتكب جرائم يعني من أجل الوطن، هو مؤمن بشيء يؤمن به، مؤمن بقضية يعتبرها عادلة. كانوا كلهم الفقراء والأغنياء والقومندان والشيوعيين يشعرون بنفسهم بواجبهم الحقيقي، كانوا يشعرون حتى الضعفاء بأنهم ضعفاء عاجزون. والحقيقة أنه نيكوس كازانساكي كان متأثر بالشيوعية، وأيضا قبل ما أنسى التقى بلينين في إحدى السنوات، كان معجب جدا بلينين لكن وزار بموسكو وتحمس للشيوعية جدا، لكن مع اختلاف الحرية الفردية. هنا اختلف مع الشيوعيين، قال أنه حرية الفرد، كرامة الفرد، رغبته بأن يشعر أنه طريق الثورة مو مفروض عليه، هاي الأمور اللي اختلف بها مع الشيوعيين. فكان يعني ما مندفع جدا، يعني تراجع تقريبا عن تأييده للينين والثورة بشكل. لهذا السبب البطل في رواية الأخوة الأعداء الأبيان والراس رفع رايته الخاصة، هو أن يبحث عن طريق ثالث. هذا الطريق لا يقحم الدين بمشاكل الدنيا ولا ينكر الدين من أجل الدنيا، لكنه يضع الدين في مكانه الحقيقي، في المسجد، في الكنيسة، في الدير، وليس في السياسة، وليس في نمط الحياة. الدين علاقة شخصية بين الإنسان وخالقه، لا يجب أن نقحمه في أمور أخرى. لكن أحد أو مو أحد ابن في حوار بنهاية الرواية، ابن القائد الشيوعي إجابة يقول له: كيف أنت تستطيع أن تعطي الحرية الفردية والكرامة الشخص عدوك اللي يريدون يشفكون دمك؟ فاسمع، يعني يقول: اسمع يا أبانا وحب السماء، لو تركنا كل الناس أحرار راح تضيع، راح يختفي الشعب، وراح يصبحون الحثالات هم اللي يتحكمون. اصبر، الحرية تأتي بدورها، تأتي بدورها عندما ينتهي الجوع، تنتهي المذابح، راح يستعيد الإنسان حريته. كلام منطقي، لكنه الشيوعيين لغوا الحرية بالكامل. من ضمن المآسي بهاي الرواية، الأبيان والراس يجد طفل يأكل تراب، طفل صغير جائع وماسك بإيده حفنة من تراب يأكلها. يستغرب الأبيان والراس، يقول له: ماذا أكلت؟ فيمد إيده يأشر إلى التراب، من التراب يغلى الدم في وجه الأبيان والراس وتخنق العبرة ويصرخ: هذا علم مقيت وأنت الذي تمسكه يا إلهي، أليس خيرا له أن تدفعه لهذا العالم فيتحطم ألف قطعة ويعود بعد ذلك طينا، تخلق منه عالما أفضل؟ ألا ترى هذا الطفل يأكل تراب؟ وأيضا من المآسي بهذه القصة مآسي كثيرة، أنا أخذ يعني نبض قصص قليلة. توجد عجوز اسمها آريتي يموت حفيدها، فعندما يموت حفيد هاي العجوزة آرتي تطلق صرخة هستيرية ما بها دموع، لأنه دموعها جفت بسبب كثرة الموتى والألم، تجهش بكاء، بكاء بدون دموع. عندما يأتي الأبيان والراس تصرخ وبدها تقول له، قبل أن تصرخ وإذا بها تطلق ضحكة، ضحكة هستيرية بوحشية، تقول له: يا أبيان والراس مات، اذهب وقل لمولاك، تقصد يعني الله، اذهب وقل لمولاك: ألم تكن لديه كسرة خبز صغيرة يعطيه إياها بدل أن يموت؟ ولما نحاول أن يحذرها أنه هذا كفر، أجابته: ولماذا أكفر؟ ما الذي أخشاه؟ ماذا يستطيع الله أن يفعل به بعد ذلك؟ هاي المرأة كانت عايشة من أجل حفيدها اللي تيده يكبر أمام عيونها،
وتعيش شوية إلى أن نشوف رجل، وإذا به مات فلم يعد داعي للحياة ولم تعتق شيئا. بالبداية كان هذا القسيس بداية الحرب الأهلية كان يحذرهم أنه هذا غضب من الله، هذا غضب من الله، لكن بعد أنه العجوز آريتي طلقت عليه يعني هذا الكلام أنه ماذا يريد أن يفعل بي الله، صمت وما استطاع أن يجاوبها، عاد منكس الرأس. فسأربى بماذا ترد على هذه العجوز يا إلهي؟ الحقيقة أنه كان هو يسأل السيد المسيح، يسأل يسوع كثيرا، وأخيرا من أعماقه، احنا قلنا هو ما يعتبر السيد المسيح فوق أو بالدينون أو في المسيح في أعماقه في أحشائه، فكان يسأله ويجاوبه، وإذا بأخيرا يرتفع صوت المسيح من أعماق قلبه، المسيح يجاوبه، يقول له، يحس به هو الأب يرانوس، يقول تسألني أين أقف؟ تسألني أين أقف؟ أقف في السماء في الأعالي. فيندهش هذا الأب أنه هذا الكلام اللي يسمعه حقيقي من المسيح أم هن أم يتهيأ له، وإذا به يقول أنا في الأعالي، لقد خلقتك يا أبي أنا راس حر وعليك أن تختار طريقك، اختار طريقك، لا تسألني النصيحة. وبالفعل قرر القس أن يمارس حريته اللي وهبها الله له، سمع كلمة الرب فاختار طريقه، اختار طريقه وقرر أن يصعد الجبل، قرر أن يسلم القرية بأكملها للشيوعيين ويقابل ابنه في يعني أحداث جدا طويلة، مقابل أن يعطيه خلينا نقول عهد الله، هو شيوعي يؤمن بالله، مقابل أن يعطي العهود والمواثيق أنه يعم السلام بالقرية، وأنه أي إنسان ما ينقتل ولا تحدث مجزرة والحرب تنتهي ويعم السلام. أوكي أوكي، يجي ابن الكنيسة ويركع أمام القديسة ويتقبل صلواته ويقول أوعدك يا أبتي، هو فعلا أبوه، أنه أنا وجماعتي الأنصار الشيوعيين إذا نزلنا راح ننهي الحرب ويعم السلام بالقرية وكل شيء ينتهي وكذا. هنا دا يتصرف بإرادة الأب ناروس، وعندما ينزل الشيوعيين من الجبل هم ينزلون يدور حوار بين دراكوس وبين غريمة، شخص حقير جدا وسافل ومنحط اسمه لوكاس. فلوكاس يقول له يعني من حوار طويل، يقول له كيف دخلت الحزب؟ الحزب يتطلب أن يطيع الإنسان دون أن يوجه أي أسئلة، نفذ ثم ناقش. دراكوس يجاوب يقول له أنا لا أوافق أن أحرر الآخرين دون أن أكون أنا نفسي حر، واجبنا أن نعمل العدالة ثم الحرية. فجاوب دراكوس يقول له لكن الشيوعي أو الشيوعي الحقيقي هو الشخص اللي يحتفظ بإيمانه حتى أمام الظلم، حتى لو كان الظلم بمصلحة إلنا والمخططاتنا فلا بأس بالظلم. فجاوب دراكوس الكابتن دراكوس يقول له هذا هو اللي راح يؤدي إلى خسارتنا، اللي هو موضوع الغاية تبرر الوسيلة، هل نقبل الظلم إذا كان يؤدي إلى الحرية؟ صدقني بهاي الأساليب راح إحنا نخرب الأيديولوجية، الطاعة العمياء تصنع عبيد. لاحظ أنه كلهم يعني حتى هذا الكابتن الشيوعي يرفض أن يكون مصاع بشكل أعمى لأوامر الآخرين. حتى ما أطولها راح نعرف أنه الكابتن والشيوعي بأكملهم راح يغدرون بالقرية وراح يرتكبون مجزرة، وبالتالي الوعود اللي قطعوها على نفسهم مع الأب كلها تنتهي. فالأب في أحد الحوارات بنهاية الرواية يعني يتكلم مع ابنه يقول له، أو الكابتن خلينا نقول، يقول له أن الله هو الذي يملك أن يقرر. فدراكوس ابنه يقول له لقد خلعنا الله من عرشه، ألم تبلغك هذه الأخبار بعد يا ناروس؟ لقد كانوا يلقون على كهل الله كل المصائب، عادلا كان أو ظالما، لكن عندما خلعنا الله من عرشه وتربع الإنسان على عرشه أصبحنا إحنا المسؤولين، لم عندما نأخذ إحنا الحكم على عاتقنا إحنا راح نتحكم بالخير والشر. والحقيقة هنا أتكلم عن شخصية القومندان، هذا اللي يقدم لنا يعني كوس كازانزاكي بالبداية وكأنه يعني إنسان طاغية ومستبد وجزار، وفعلا يعني هو يعني جندي، هو صحيح برتبة قومندان ضابط كبير لكن ينفذ أمر الدولة ومؤمن بهدفه. فعندما طبعا يأسرهم بأكملهم الجنود والضباط،
الكابتن ينظر إلى القومندان فيباع عليه بدهشة ويقول كم انهار هذا الرجل المشهور، لم يبقى منه سوى عظم، هذا هو البطل الصموت اللي ملأ اسم الجبال. وبينه وبين نفسه يتحدث الكابتن دراكوس يقول خسارة انه مثل هاي النفوس ليست معنا، كان يجب ان تكون كل الفضائل في معسكر الشيوعيين وكل الرذائل عند الاعداء الاخرين، لانه احنا عندنا جبناء كثيرين وهم عندهم ابطال كثيرين. انا اعتقد ان الله خلط اوراق اللعب فلم يعد يمكن إعادة ترتيبها. وسأل القومندان، قال له تذكرني يا عزيز القومندان، انظر إلي جيدا تذكرني. مسح القومندان وجهه، طبعا كان مصيب بكدمات وضربات وكذا، ومسح الدم من عيونه وسرعان ما شاح بوجهه عنه بدون أن يكلمه. فقال له بحرب ألبانيا قبل سنين طويلة كنت أنا أخدم معك، كان اسمي غير اسم آخر، وأنت كنت تحبني وكنت تسميني القرصان، وكنت دائما تستدعيني بالمهمات الخطيرة وتقول لي هيا أيها القرصان لنصنع معجزة. وفي أحد المرات تمت إصابة قدمك وحملتك لمدة 5 ساعات إلى المستشفى، وأنت جاوبتني لقد أنقذت حياتي، تذكرني أم لا؟ والآن الزمن لعب لعبته، وإذا بك يا قومندان نصبح أعداء، يعني نصارع وقت يقتل بعضنا بعضا، انت الرجل النقي، انت بطل يوناني، ليش يعني ضحيت بحياتك من اجل البانيا؟ ليه؟ لماذا خذلتها الان؟ لماذا تعلن الحرب على اليونان؟ تعال معنا، تعال معنا وساعطيك القياده، وانا نفسي ساكون خادم تحت يديك، نحارب معا حتى نحرر الشعب، تعال معنا. لكنه صعد الدم بوجه القومندان الشاحب، واخذت الرغبه أن يصيح بوجه الكابتن دراكولا خائن، لكن أخيرا همس في أذنه قال أقتلني لكي أجد الخلاص. فجاب قال أنا أحترمك كثيرا وتحصر عليك لكني راح أقتلك. فجاب قال هذا أحسن. فوضعهم هم مجموعة من الجنود والكذا مقابل الحائط، لو هل تستطيع للقومندان أن تقف على قدميك، لأن شافوه رجلة مضروبة ومصوب. فقال لهم لا أحد يمسكني. بدأ يتخبط ووقف على الحائط، وهو وقف على الحائط جمد الدم بعروقه وانطلقت من عيونه يعني مثل الدماء أو فد بريق أسود بدأ يمزقه. كانت مع الشيوعيين هناك امرأة، هاي المرأة كانت زوجته قبل 15 سنة في الماضي، 15 سنة كان يعيش معها بسعادة، لكن هي في وقت من الأوقات تركت زوجها، تركت القومندان واتجهت مع الشيوعيين، وهي الآن واقفة معهم. فبدأ ينظر إليها وهو مبهوت. وضعهم كلهم بصف واحد، والكابتن قالهم اسمعوا، أنا مستعد أن أعفي عن الجميع إذا أجيت وحاربتوا معنا، واللي يرفض أن يأتي معنا راح نطلق عليه الرصاص. يوجد أحد الأشخاص أبطال الرواية اسمه مندراس، عجوز رأس مالي، أموال جمعها من حرام وحلال وحق وباطل، وكان يدافع هو وأبناء الثلاثة ضد الشيوعيين مع القومندان. الكابتن أصلا اتجاه له قال اسمع يا مندراس، أنت رأس مالي قذر ما عندك كل قلب، جعلت هذه القرية مثل عزبتك، امتصصت دم الشعب، أنا أصلا مالي ذك حتى لو تأتي معانا. من دراسة تفرس بوجه الكابتن قال له اسمع انت اقتلني، انا مش انا عشت حياتي بالطول وبالعرض، انجبت 3 ابناء، عندي حتى احفاد، اكلت لقمتي واتممت ساعتي، ما تستطيع ان تخوفني، القاتل اقتل. بعدين استدار نحو ابنائه، هو هذا من دراسة، قال لهم اسمعوا ابناء الثلاثة، امامكم الشرف والعار، اللي يريد الشرف يبقى على حياة القتل، واللي يريد العار خليه يروح. والتفت الخدامة قال لهم انتوا يا خدامي انتوا مجرد يعني عايشين مساكين من اجل لقمة العيش، فحرروا أنفسكم وذهبوا معهم وانقذوا نفسكم. وبنفس اللحظة وقف على الحائط ومزق قميصه وكشف عن صدره وقال أنا مستعد. راح نجد شخص اسمه متروس، هذا متروس جندي، قال للكابتن بصوت خجول لين أنا أيضا أريد أتركهم وأعود يعني أكون معكم، أنا أريد أعود لقريتي، أنا ما خلقت من أجل الحرب، أنا ما خلقت من أجل القتل. وإذا بيسمع صوت القومندان متروس، نعم سيدي تعال قف جنب الحائط، نعم سيدي. وإذا بي يترك الكابتن ويقف بجانب القومندان على الحائط بانتظار كتيبة الإعدام تطلق عليهم النار. ألا تخجل يا متروس؟ آسف سيدي.
ويقف بجانبه. الخدم مثل ما قلنا ابتعدوا وثلاثتهم يعني قالوا لك هاي الروح حلوه، احنا على اساس نموت، ليش نموت؟ الجندي فاسوس هذا اقترب من الكابتن وقال له سيدي انا عندي 4 شقيقات غير متزوجات ينتظرن الزواج. فالكابتن ساله هل تاتي معنا؟ ابتلع يعني لعابه بصعوبه وقال له نعم. جندي زانتيس هذا كان متعاطف مع الشيوعيين جدا، كان حتى يرفض اوامر القدومان باطلاق النار على الشيوعيين. فالكابتن قال له تعال معنا، قال له لا انا افضل ان اقتل على ان اتي معكم، مو كرها بكم ولكن لا اريد العنف. فتحصل الكابتن وقال له انه يعني مع الاسف انه شاب مثلك راح يموت خساره. فقال له لا الكرامه البشريه تمنعني من ان ابقى اخوض في عنف لا ينتهي، وبقى يعني مع زملاء الآخرين أمام كتيبة الإعدام. ميلتوس هذا أصغر أبناء من دراس العجوز الرأسمالي، هذا حبيب وعد نساء فتيات عشقن كثيرات، وقبل يوم كان مستلم رسالة حب من أحد حبيباته، فحسبها يمين يسار. فبالأخير اقترب من الكابتن وقال له يعني الكابتن سأل هل قررت؟ قال له أنا آتي معك سيدي. فالاب من راس يعني احنا يعني اطرق براسه، واخوته الثنين صرخوا بي لتذهب الى الجحيم. بهالاثناء تم كتيبه الاعدام وقفت وبدات تسحب البطاقات، بدات تسحب البنادق واطلقت النار عليهم، وسقطت على بلاط الكنيسه 12 جثه. بدا الاب يناروس يخاطب السيد المسيح قائلا إذا أردت أن تعود إلى الأرض فلتعد أيها المسيح كالأسد الكريم لا كالحمل، لقد قلت أنا أحمل سيفا، فأين هو؟ حتى متى تبقى تصلب؟ تسلح واهبط إلى الأرض، لقد فهمت أخيرا واجب الإنسان بعد كثير من الألم والدماء. أيتها الفضيلة تسلحي، أيها المسيح تسلح، العالم لم يعد يحتاج إلى رب المصلوب، العالم يحتاج إلى رب الجيوش. حسبك آلاما ودموعا وصلبا، انهض وانزل إلى الدنيا كتاب الملائكة تحمل إلينا العدل. كفى ما أصابنا من تحقير وضرب بالسياط ووضع أكاليل الشوك فوق الرؤوس وقتل على الصليب. جاءت الساعة لتقوم من الموت، نحن نريد الدينونة الأخيرة فورا، ها هنا على الأرض، فانهض فورا. وحتى الكابتن يسأل يقول أين الحقيقة؟ يسأل يقول اختلطت أوراق اللعب، لم يعد أحد يعرف الحقيقة، لم يعد أحد يعرف الطريق. كل فكرة لها قديسون وشهداء يموتون في سبيلها، كل فكرة لها شياطين وانتهازيين يركبون ظهرها. كيف السبيل نميز بين الصح وبين الصواب؟ حتى انه احد الشباب دون داس يسأل او يخاطب المسيح يقول اذا كنت عادلا يا يسوع فيجب ان تعطي القوة لمن هم على حق وليس لمن هم على باطل. عندما تم اطلاق النار على الجنود في حائط الكنيسة تقلصت جثة القومندان وبدأت تتدحرج مرتين او ثلاثة، ووصلت الى قدمي زوجته اللي رفستها بطرف حذائها. الأبي أناروس عندما رأى الضحايا اللي تم قتلهم غمس أيديه في دمائهم واحد واحد وبدأ يضع دمائهم على لحيته وعلى رأسه ويقول لهم ليقع دمكم على رأسي يا أبنائي أنا الذي قتلتكم. أحاط بي الأنصار وبدأوا يضحكون عليه ومد إيده اليمنى إلى شيء لا يرى قائل تعال يا بني بهاي الطريقة. واقترب من ابن الكابتن دراكوس وقال له إلى اللقاء أيها السفاح، سأوضحكم في كل مكان في كل قرية في كل طريق ذهبت إليكم سأذهب إليه. بهالأثناء هذا الشيوعي الخبيث قال إلى ابنه لعلك يعني متعاطف معه ومتريد تقتله. فبهالأثناء قال لا أطلقوا عليه النار. برقى هدوء وإذا بالأبي أناروس يمسك هذا الشخص الغير مرئي ويتحدث معه ويقول تعال يا ابني يجب أن لا يصرحوك.
رفع الكابتن ايده وبصوت مخنوق قال اقتلوه. اصابت الرصاصه الابيانوروس بجبهته، طبعا هو كان واضع السيد المسيح اللي كان يتحدث عنه وما حد يراه. اصابت النار يا الابيانوروس بجبهته وفتح ذراعيه دون ان يطلق صيحه واحده، وسقط على ظهره فوق قطع الاحجار. دون فوق قبر الروائي نيكوس كازانزاكيس العباره التاليه: لا ارجو شيئا، لا اخشى شيئا، انا حر.